كشاهد على عصر وعلى قيام دولة إسرائيل في عام 48 ومرور 50 عاما على قيام هذه الدولة، ما هي رؤيتك لمستقبلها؟ أنا أقول أن إسرائيل قامت على الظلم والاغتصاب، فكل كيان يقوم على الظلم والاغتصاب مصيره الدمار. حتى لو يملك القوة التي تؤهله للبقاء. القوة لا تدوم، قلت أن القوة في العالم لا تدوم لأحد. الطفل يبدأ طفل ثم مراهق ثم شباب ثم كاهل ثم شيخ، خلاص تيك الدول، تيك عمر الدول، تبدأ تنتهي للاندثار، ما في فائدة. وفي أي مرحلة إسرائيل الآن؟ أنا أقول إن إسرائيل بائدة إن شاء الله في القرن القادم في الربع الأول منه، فبالتحديد أنا بقول 2027 بتكون إسرائيل مش موجودة. لماذا هذا التاريخ؟ لأنني أؤمن بالقرآن الكريم. القرآن حدثنا أن الأجيال تتغير كل 40 سنة. في الأربعين الأولى كانت عنا نكبة، في الأربعين الثانية بدأت عنا انتفاضة ومواجهة وتحدي وقتال وقنابل، في الأربعين الثالثة تكون النهاية إن شاء الله تعالى. يعني هذا تقييم من هذا استشفاف قرآني.